خوتي المغاربة، السلام عليكم. ف كما وعدتكم ان شاء الله غادي نبداو اليوم يعني المعلومات على الدراسة في الامريكان، وان شاء الله غادي نهضر فيرست على اندرغراد ليفل في هذا الفيديو الاول، ومن بعد غندوز لغراد ليفل في الفيديو الثاني، والفيديو الثالث على بوست دكتورال ليفل، ومن بعد في الفيديو الرابع ان شاء الله على مسائل متفرقة ولا ميسيلانيوس، ومنهم الخدمة هنا في الأمريكان بالباشلور ديجري ديال المغرب ولا الماستر، و المسألة الثانية بوست دكتورال فيلوشيبس، يعني بالنسبة اللي عندهم ديجا الدكتوراه في المغرب وباغيين يجيو هنايا للخدمة ولا يديروا ان بوست دوك. فإذا في الأندرغراد ليفل هي الى باغي تجي هنا تقرا الباشلورز ديجري، يعني لا ليسونس ولا الميتريز اللي هي باك بلس 4 هنايا في الامريكا. فاذا نبداو باندرغراد ليفل. كما قلنا اندرغراد ليفل خاصك الشهاده ديال البكالوريا او هاي سكول ديبلوما باش تجي لهنايا تقرا اندرغراد ليفل. وهنا في الامريكان كاين دي تيب ديال لي انستيتيوشن اوف هاير ايدوكيشن انستيتيوشنز از وي سي، ولا الجامعات ولا المعاهد ديال الدراسات العليا. فاولا كان كاينين كوميونيتي كوليدجز، هادو فيهم غير عامين من بعد الباك وكتاخذ فيهم دوغ اللي كنسميوه الدوغ في المغرب. كاين تو تايبس اوف associate degrees, associate degrees of arts and associate degree of science. Associate degree of art ممكن تاخدو الى بغيتي يعني ديال الاداب، هو الى بغيت دير العلوم الانسانية les sciences humaines، والassociate of science الى بغيت تمشي تكمل الباشلور ديالك في les sciences بحال البيولوجي المات الفيزيك الى اخره. وهادو تيكونوا رخاص هما، فالتكاليف ديال الدراسه ديالهم تتكونوا رخاص. فبالنسبه لواحد اللي ما عندوش فلوس بزاف وهذا وباغي يقتصد فكيمشي للكوميونيتي كوليدجز عامين الاولى، ولا يمكن لك تجي ديريكت للفور يير كوليدج ولا يونيفرسيتي. هادو يونيفرسيتي اللي عندهم غير الباشلر ولا كوليدجز كيتسماو، يمكن دير فيهم الباشلور ديالك ولا لا ليسونس ولا الميتريز، لان باك بلس 4 ماشي بحال لا ليسونس ديال المغرب اللي فيها باك بلس 3، وغادي نرجع لهذه المساله اخرى. ولا ممكن ترونسفيري من بعد كوميونيتي كوليدج لهاد لي زونيفرسيتي اللي متوسطين تاع الكبار، سميتهم كومبريهنسيف يونيفرسيتيز، شي وحدين اللي متوسطين فيهم الباشلورز ديجري وتا الماسترز، وميبي بعض شي وحدين فيهم دكتوراه، وان بروجرام ديال بي اتش دي ولا اي دي ويتش از ايدوكيشنال دكتوريت. ولا لي زونيفرسيتي الكبار اللي هما ريسيرش تايب يونيفرسيتيز بحال ام اي تي، هارفارد، ميشيغان ستيت يونيفرسيتي، يو سي بيركلي ولا دوتر يونيفرسيتي. فاذا يعني هادشي اللي كاين. ومن بعد بالنسبه للتكاليف ديال الدراسه راه غاليه، يعني غادي نعطي دي زيكزامبل في لي سلايدز اللي جايين، ولكن هنايا غناكد ان الدراسه غاليه وما يمكنش تجي وتخدم وتقرا وتخلص القرايه ديالك والماكل والمشرب الى اخره. فهذه تقريبا مستحيله، شبه مستحيله. فإلا عندك الفلوس ولا والديك عندهم فلوس غادي يخلصوا عليك، فممكن تجيب البكالوريا وتتبع هاد المسائل اللي قلت دابا. هاد الويب سايت هذا فيه تقريبا معلومات على 3800 كوليدجز ويونيفرسيتيز هنا في امريكا. المهم هما كاينين اكثر من 5000. هاد الويب سايت collegeboard.com فيه تقريبا 3845 مؤسسة تعليمية،
ديال في كورس التعليم العالي. فهنا دابا نجيو للادميشن ريكويرمنتس اللي هما لي كونديسيون ديال القبول، اشنو تيطلبوا منك هاد الجامعه ولا كوميونيتي كوليدج ولا كوليدج باش تجي هنا تقرا في الميريكان. المساله الاولى خاصك ان دوسي ولا كومبليت ابليكيشن، اند يعني هاد الجامعات والكوميونيتي كوليدجز كي يطلبوا لك 40 تلميات دولار غير ديال هاد الابليكيشن. هادي كتخلصها اونلاين الى ابلايتي اونلاين ولا الى صيفطي ليهم الدوسي. خصك تصيفط هادوك الفلوس مع تقريبا 400 حتى 1000 درهم الى قلنا ان الدولار يقارب العشرة دراهم. المساله الثانيه هي خصك الدبلوم ديالك ديال الهاي سكول ولا البكالوريا، شهاده البكالوريا ضروريه باش يقبلوك. ومن بعد خصك تبرهن بانك مزيان في الانجليزيه، وباش تبرهن على انك مزيان في الانجليزيه فخصك هذا الطوفل هذا تيست اوف انجليش از ا فورين لانجويج. سو ضروري تدوز هذا الامتحان هذا، وهذا الامتحان يمكن تدوزو في المغرب، كي يدوز في المغرب في الرباط جو بونس لومباساد ولا القنصليه ديال الامريكان ولا معاهد مختصه في الامتحانات ديال الطفل اللي كتشرف عليهم القنصليه ديال الامريكان. في بعض الدول ما عرفش في المغرب ممكن تكون مثلا في بريتيش كونسل مثلا الا كان كيعطي شي سيرتيفيكا دونغلي بانك راك يعني لونغلي ديالك زوينه وهذا فيمكن يقبلوها لك حتى هي، مي ضروري هاد يعني السيرتيفيكا دونغلي انجلش بروفيشنسي. المساله اللي غادي نقول على هذا الامتحان هي ان المده الصلاحيه ديالو كتموت في عامين، فخصك تدوزو تقريبا في العام الاخر ديالك ديال الهاي سكول ولا الثانوي ولا العام اللي قبل منها ولا اللي قبل منه، فمده الصلاحيه ديالو هي عامين. ثم بعد ذلك خصك هذا الامتحان ديال SAT، قال كلشي كيدوزو حتى الامريكان اللي مخرجين من الثانويه كيطلبوا ليهم هذا الامتحان. وهذا الامتحان هذا يمكن تدوزو في كوليدج بورد. انا غادي نفتح هذا الويب سايت هذا، فهذا هو collegeboard.com، ومن بعد تمشي للSAT. ها SAT هنايا، دونك هنا يمكن تدوز جميع الSAT في subject area. انت الا كنتي سيونس اكسبيريمونتال في باغ اكزومبل كدوزو هنايا، ولا اي تخصص عندك راه عندك معلومات هنايا وكيفاش تقيد SAT registration. وف كورس تخلص لان ضروري الرسوم ديال الامتحانات، فضروري هذا الامتحان. ومن بعد المساله الكبيره اللي هي بدونها ما يمكنش يعطيوك الاي 20 باش تاخذ الفيزا في القنصليه ديال المغرب، هي سكول شكون اللي غاي سبونسوريك، شكون اللي غاي خلص عليك رسوم الدراسه والمأكل والمشرب هنا في امريكا. وكيطلبوا لك بانك ستيتمنت ولا سكولارشيب الى عندك سميتها منحه، فيعني كما قلنا المنح تقريبا ما كاينينش، فبانك ستيتمنت اللي كت لي غولفي بونكير اللي تي يخولوا لك ولا تي يبروفيو بانك يمكن تخلص على الاقل 6 شهور ديال الدراسه هناك هنايا والمأكل والمشرب الى اخره. فتقريبا هادو هما المعلومات على undergrad level. كما تنقول صعيبة جدا انك تقرأ وتخدم هنا في الامريكان وتخلص ليزيتيود ديالك والمأكل والمشرب، حتى كتبدأ تقريبا هنايا واحد سيمستر ولا جوج ويشوفوك جبتي نقاط مزيانين وعاليين، عاد يمكن يعطيوك دي بوخس اللي هما قلال تقريبا 1000 دولار ولا 500 دولار، فما يمكنش تدير لك شي حاجه، ما يمكنش تخلص بها المأكل والمشرب والدراسه.
المسألة الثانية الخدمة. الخدمة ما يمكنش لك تخدم لأن أنت اتيديون غتجيب الاي 20 كيعطيوك اف 1 فيزا بالنسبة لي زيتيديون، وهذه كتخول لك تخدم فقط 20 ساعة في السيمانة، وهذه ما تخولش لك تخلص بها لي زيكسبانس ديال كلهم. فيعني المسألة شبه مستحيلة باش تجي وتقرأ وتخدم هنايا وتخلص لي زيتود ديالك. فهاد المسألة ضرورية يعرفوها الطلبة والطالبات المغاربة. إلى إن شاء الله خليت شي حاجة ولا عندكم استفسارات ولا أسئلة، فإن شاء الله هذا هو الإيميل ديالي، ممكن تتواصلوا معايا وتصيفطوا لي أسئلة ديالكم، وإن شاء الله غادي نجاوب عليها بإذن الله قدر الإمكان. وشكرا والسلام عليكم. إن شاء الله الفيديو الثاني غيجي ديال grad level إن شاء الله.